طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا حول الفصل الثالث المتمثلة بالبيئة المتغيرة، المرحلة الأولى لمادة إدارة الأعمال مقررات. طلابي الأعزاء، كما هو واضح بالنسبة لكم فإن المنظمات السياحية هي منظمات مفتوحة، أي بمعنى هي تتفاعل مع المتغيرات بمختلف تصنيفاتها، ويحاول المدراء بشكل عام خلق توافق بين مواطن القوة والضعف والتي تعتبر ضمن البيئة الخاصة للمنظمة، وبين الفرص والتهديدات والتي تعتبر جزءا مهما في البيئة الخارجية. وبالتالي يتضح من هذا الفصل الذي يتحدث عن تركيبة السطح البيئي أو الإدارة في البيئة المتغيرة والخاصة بالمنظمات السياحية، أن البيئة هي أي ظرف أو مكون لا يؤلف جزءا من المنظمة ذاتها. هذا نتحدث بشكل عام. تنقسم البيئة العامة إلى قسمين أساسيين: البيئة العمومية والبيئة الخاصة. البيئة العمومية هي جميع المتغيرات والظروف التي تقع خارج الحدود التنظيمية للمنظمة السياحية، أي بمعنى، وسنأتي إلى شرحها لاحقا، هي جميع العوامل الاقتصادية والبيئية والسياسية والجغرافية التي تحكم جميع المنظمات في مكان واحد أو في بلدان مختلفة، في حين أن البيئة الخاصة هي تلك المكونات التي تؤثر بشكل مباشر في فعالياتها، وتتميز كل منظمة سياحية ببيئة خاصة بها تختلف عن المنظمات الأخرى. طلاب الأعزاء، يتضح من خلال هذا الشكل مكونات البيئة العمومية وكيفية تفاعل قطاعاتها أو مكوناتها أو عناصرها المختلفة مع بعضها البعض. فيتضح أن القطاع الاقتصادي هو من أهم مكونات البيئة العمومية، والتي تشمل وتؤثر في الحالة الراهنة والمستقبلية للاقتصاد الوطني بشكل عام، والذي تعد المنظمة السياحية اليوم جزءا من هذه المنظومة الاقتصادية الوطنية. وتشمل مكونات القطاع الاقتصادي بوجه خاص على التقلبات في وتيرة النشاط الاقتصادي والاتجاهات التضخمية وأسعار الفائدة واحتمال شحة المواد، ويمكن أن يؤدي كل منها إما إلى تسهيل أو إعاقة سعي المنظمة السياحية لبلوغ أهدافها. وبالتالي إن وتيرة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى أن ضعف النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة البطالة وانخفاض المبيعات، وبالتالي إن المنظمة السياحية سوف تتأثر سلبا بهذا الموضوع. النقطة الأخرى، أو القطاع الاقتصادي أو القطاع العمومي أو البيئي العام الآخر، هو القطاع التكنولوجي الذي يتضمن العلم والفن المستخدم في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات السياحية. وبالتالي فإن التغيير التكنولوجي يؤثر على المواد الأولية المطلوبة من قبل المنظمة السياحية، والتي من خلالها يمكن أن تحقق المنظمة أهدافها المنشودة. كمثال على هذا الموضوع يورد الدكتور خليل الشماع، فقد اشتهرت الشركات الأمريكية واليابانية في الإنفاق على البحث والتطوير لغرض رفع مستوى التكنولوجيا، وتستفيد الشركات الكبيرة من هذا التقدم التكنولوجي لدرجة أعلى من المنشآت الصغيرة، ولكن الكل يشترك في الاستفادة من ثماره. القطاع الآخر المؤثر الذي يعتبر قطاع مهم ويشمل القطاع الاجتماعي. طبعا كما هو معروف لدينا
أن القطاع السياحي يعتمد بشكل أساس على العنصر البشري، وبالتالي إن السلوك الشرائي للأفراد محكوم في إطار منظومة القيم والاتجاهات والعادات الاجتماعية والأعراف التي تؤثر على سلوك الأفراد وعلى قراراتهم الشرائية. وبالتالي المنظمات الناجحة هي المنظمات التي يمكن أن تبني منظومة خدمة تتوافق مع هذه الاتجاهات والقيم والعادات الاجتماعية والتقاليد الموجودة لدى السائح، لأنها تضبط سلوكه وتدير اتجاهه، في حين أن القطاع الحكومي وهو قطاع جدا مهم يشمل على البيئة السياسية والقانونية والرقابية للمنظمة. فهناك بلدان سياحية متقدمة فيها بيئة سياسية مستقرة، فيها منظومة قانونية ورقابية منظمة للأمور، وبالتالي هذا الموضوع سوف يؤدي إيجابا أو يؤدي دوره إيجابا في تلك المنظمات. نلاحظ أعزائي الطلبة أن هذه القطاعات مجتمعة متفاعلة فيما بعضها، ويؤثر إحداها على الآخر في منظومة تفاعلية معروفة ضمن مكون البيئة العمومية، وهذه المتغيرات مجتمعة تؤثر على المنظمة السياحية بما تمتلك من منظومة بشرية وهيكل تنظيمي وثقافة تنظيمية وقيادة إدارية وما إلى ذلك. طبعا تشمل البيئة الخاصة مجموعة من المكونات التي لها أثر مباشر في عمل المنظمة السياحية، في حين أن البيئة العامة لها تأثير، ولكن يعد هذا التأثير ضمن التأثير العام على جميع المنظمات، في حين أن البيئة الخاصة ذات أثر مباشر على استمرارية وبقاء المنظمة. أول مكون من مكونات البيئة الخاصة متمثلة بالضيوف. هؤلاء هم من الأفراد والمنظمات الأخرى التي تحصل على مخرجات المنظمة السياحية من سلع وخدمات مقابل تبادل أشياء أخرى كما هو واضح ومتمثلة بالنقود. ويمكن أن يحصل التبادل بين الزبائن والضيوف في داخل المنظمة السياحية. كما هو معروف لدينا فإن الخدمات السياحية تنتج وتستهلك في آن واحد، وبالتالي لا يمكن للخدمة أن يتم خزنها. المكون الثاني من المكونات البيئة الخاصة هم المنافسون، ويتمثلون بجميع المنظمات السياحية التي تقدم ذات الخدمات وذات السلع المتشابهة، وهم يتنافسون فيما بينهم للحصول على حصة تسويقية أكبر. المكون الثالث هم الموردون، حيث تحصل المنظمة السياحية على مواردها من الممولين، فهم يقدمون العمل والتمويل والمواد الأولية والمعلومات ولآخره، وهؤلاء الموردون من خلال أدوارهم التفاعلية مع المنظمة السياحية يسهمون بشكل وبآخر في بقاء المنظمة واستمرارية عطائها، لأن منظماتنا السياحية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن هؤلاء الموردون لأدوارهم المهمة في استمرار المنظمة وتحقيق أهدافها. المكون الرابع يتمثل بالجماعات والأجهزة الناظمة، وهي جماعات ذات علاقة بعمل المنظمة السياحية،
وهؤلاء جماعات وأجهزة حكومية ذات العلاقة المباشرة بعمل المنشأة وسلامة السكان القريبين منها، مما يجعلها تحت رقابة الجهاز الحكومي المسؤول عن ذلك. كما تخضع المنظمة السياحية لرقابة الأجهزة الحكومية المتخصصة بالعمل والأسعار. فالقياس هنا بين البيئة العمومية والخاصة هو درجة العلاقة المباشرة، لأن نحن تناولنا في البيئة العامة القطاع الحكومي، ولكن هنا الفرق بين الجماعات والأجهزة الناظمة المتمثلة بالجانب الحكومي هو طبيعة العلاقة بعمل المنظمة السياحية. كلما كانت طبيعة العلاقة مباشرة ووطيدة، كانت هذه الجماعات والأجهزة الناظمة ضمن مكونات البيئة الخاصة، وكلما كانت ذات تأثير عام على جميع المنظمات تكون ضمن بيئة القطاع الحكومي وبالتالي ضمن البيئة العامة. خامسا، التكنولوجيا ذات العلاقة، وهي جزء من البيئة الخاصة لأنها تشمل الوسائل المستعملة في إنتاج وتوزيع الخدمات السياحية. فمستوى المهارات المطلوبة من قبل أفراد المنظمة السياحية ودرجة تعقيد التكنولوجيا المستعملة فيها، كما أن التكنولوجيا الجديدة ذات العلاقة تخلق فرصا جديدة وتهديدات جديدة. الموارد البشرية، الموارد البشرية تشمل جميع القابليات التي تحتاجها المنظمة السياحية من الأفراد والذين يشكلون فيما بعد الركيزة الأساسية لانطلاق المنظمة السياحية باعتبارها تعتمد على العنصر البشري بشكل أساسي. الأعزاء، من المواضيع المهمة في موضوعة البيئة ومكوناتها العامة أن المنظمة السياحية تتفاعل مع البيئة وحولها، وبالتالي فهي تشهد مجموعة من التغيرات المستمرة باعتبارها منظمة مفتوحة على البيئة تؤثر وتتأثر فيها. وبالتالي فإن إدارة المنظمة السياحية لابد أن تهتم باستقصاء أو استشعار الحدود التنظيمية للبيئة، وتقوم الإدارة برقابة التغيير البيئي والعمل على تكييف المنظمة معه بغرض البقاء والنمو. من أجل قيام المنظمة باستقصاء حدودها البيئية، يجب عليها أن تقوم بخطوات منظمة وخطوات علمية من أجل تحقيق الفحص البيئي المنشود. أولا، طبيعة الفحص البيئي والاستبصار، وهي تتمثل بالبحث حول مكونات بيئة المنظمة السياحية، وأن أهمية كل مكون تترابط بأثر ذلك المكون على أداء المنظمة، في حين أن لا تأكد يعني غياب المعلومات بخصوص أي مكون من المكونات البيئية. ثانيا، البيئة المتحركة أو المستقرة. بالتأكيد أعزائي الطلبة أنه المنظمات تختلف فيما بينها من ناحية نشاطها، وطبيعة النشاط بالنتيجة يتأثر بطبيعة البيئة الموجودة. فهناك ثلاثة أنواع من البيئات: البيئة المستقرة نوعا ما، أو ذات التغيير والإبداع المعتدل، أو المتحركة والديناميكية جدا. ثالثا، الإجراءات المتبعة في الفحص البيئي. تتفاوت إجراءات الفحص البيئي كثيرا في الطبيعة ودرجة التفصيل، وتتمثل بأبعاد الفحص البيئي الخاصة بالاستمرارية والنظامية والنطاق والتوجه وفقا لمداخل أقل عمقا ومداخل معمقة. وهناك شكل توضيحي يبين كيفية الإجراءات المعتمدة في الفحص البيئي والموجودة في صفحة 67
من كتاب مبادئ الإدارة مع التركيز على إدارة الأعمال للأستاذ الدكتور خليل محمد الشمال. النقطة الرابعة والتي هي تعتبر مهمة هي مواجهة التغيير ومعالجة. هذه الخطوات الثلاث آنفة الذكر هي تسعى بشكل وبآخر لجمع المعلومات وتحليلها وتدقيق أولياتها. وهنا يأتي دور الخطوة الرابعة، أن الإدارة تسعى إلى التكيف مع إجراءات الفحص البيئي بشكل نظامي وشكل قانوني يهيئها لكي أن تعدل من قراراتها الإدارية بالشكل الذي يجعل منها منسجمة مع منظومة البيئة الخارجية. أعزائي، بعد استعراض ما تم بيانه تفصيليا في الفصل الثالث، ومن خلال مراجعة الفصل الثالث الموجود في الكتاب وحل الأسئلة الموجودة في الكتاب، يفترض أن تكونوا قادرين على الإجابة على الأسئلة التالية. تشكل البيئة محورا مهما في حياة المنظمات السياحية. تحدث عن مكونات البيئة العامة بالتفصيل، وعدد فقط مكونات البيئة الخاصة. عدد مكونات البيئة الخاصة واشرح ثلاث منها ومبررات اختيارها من قبلك. ارسم العلاقة التفاعلية بين مكونات البيئة العامة والمنظمة السياحية. باعتبارك مدير أحد المنظمات السياحية، بين الآليات التي يمكن من خلالها استقصاء حدود المنظمة السياحية. أؤكد على أسماعكم الكريمة، يجب أن تكون الإجابة على ورقة ومكتوبة بخط اليد، ويتم إرسالها صورة على موقع الكلاس روم لكي يتم تصحيحها وتدقيق مضامين إجابتها. لكم كل الشكر والتقدير. مع السلامة.